ونحن احتراما للوقت حنمشي القضارف يا رينا. مشي القضارف؟ نعم جميل، نمشي القضارف. نمشي القضارف ونشوف التليفون معنا محمد الفاتح. أنا على الهواء؟ نعم. عبر الهاتف، طيب. نقول صباح الخير للزميل محمد الفاتح من ولاية القضارف. صباح الخير بينا، صباح الخير معتصم، صباح الخير لكل المشاهدين، صباح الالتزام بالزمن وبالمواعيد وبالدقة. أهلا ومرحبا بك يا محمد الفاتح، ونحن نتكلم عن موضوع مهم وأساسي. أكيد وأنا كنت بتكلم معاك في البوصلة قبل يومين أو ثلاثة، وتحدثت عن الخير الوفير لسمسم. أكيد الأمطار في أوقاتها، الزراعة في وقتها، الحصاد في وقته، أكيد كان عنده تأثير على فرحة الناس وعلى الإنتاج الوفير اللي أنت تحدثت عنه. طبعا معتصم، الزراعة أصلا مواقيت. نعم. زي ما تفضلت وذكرت، وكلها مربوطة، يعني أي محصول المحاصيل عنده فترة زمنية محددة، إذا ما تزرع فيها بتبقى فيه إشكالات، فطول الأمطار برضه إذا ما جه في زمنه بتبقى فيه إشكالات وكذا الحال. القضارف بدأ المحصول في الزهور والدخول إلى الأسواق، زي ما تفضلت معك في البوصلة، فتحت بوصلة أسواق المحاصيل، ماذا للوارد في تزايد يومي المحصول السنتي. الأسعار أيضا في تزايد، القنطار ناهز 4500 جنيه في أعلى سعر له، دي بزيادة 100% من سعر القنطار للسنة الفايتة. في عدد كبير من الشركات برضه دخلت المزاد وبدأت تداول، على الرغم من إحجام بعض المزارعين عن البيع، بيعتبروا إنه لسه على الوقت البدري ممكن تحصل زيادة في الأسعار. و أنبه لحاجة مهمة، إنه في السنتين السابقات لأول مرة من 15-20 سنة إنه التاجر المزارع استفيد في وقت واحد، باعتبار إنه السعر كان بيزيد بغطي تكاليف الزراعة، بغطي برضه للتاجر اللي هو مصدر في المقام الأول تكاليف الصادر والسعر العالمي. فالمعادلة ماشية بشكل كويس جدا جدا، نعمل إنه تتواصل في هذا الموسم وفي المواسم القادمة. برضه يعني بدأت عمليات حصاد محصول الذرة في بعض المناطق، الذرة اللي زرع بدري الآن بدأت عمليات الحصاد، في حصاد آلي وفي حصاد يدوي، في وفرة في العمالة، في وفرة في النقد، ما في أي إشكالات، وفرة نسبية في المواد البترولية، والأمور تصير بشكل أحسن. جميل. زميل محمد، نتفق يعني على انه يعني الاهتمام بالوقت والتنظيم الدقيق لعمليه الزراعه والحصاد هي سبب رئيسي في انه المحصول يكون مميز ومختلف هذا العام، صحيح؟ نعم، لا بد من ضبط المواقيت، يعني لو مسكنا محصول السمسم الان هو سيد الساحه، السمسم بتزرع في 15/7، اذا الزرع في 1/8 تبدا في اشكالات مشكله، تبدا القصه مربوطه بمواقيت. وحتى انه لحد الان المزارع يعني يهتدي بمساله النجوم، حتى في مساله الخريف مقسم الى عين، كل 13 يوم في موسم الخريف بيدققوا عليها اسم واحد من العينات اللي هي الذراع والخرفان والنبره والصرخه والجبهه، دي كلها مقسمه ل 13 يوم 13 يوم، وكل 13 يوم فيها مناخ جديد، فيها معدلات هطول امطار مختلف، فيها مواقيت لزراعه واحد من المحاصيل الكثيره اللي بتزرع في القضارف. فالوقت هو اساس كل شيء. نعم محمد الفاتح، انا شايف يعني احنا حقيقه اتكلمنا عن السمسم واكيد انتاج وفير زي ما انت ذكرت، لكن شويه اتكلم لي عن الذره، يعني اكيد في ظل احيانا تحدث مشاكل في العيش او الرغيف، واكيد الذره وانتاج الوفير في القضارف حيكون عنده تاثير من خلال متابعتك. تمام، معتصم، معادله مقلوبه جدا، يعني الان تكلفه الكسره اكبر من تكلفه الرغيف. باعتبار انه الذره اسعاره مرتفعه جدا جدا، يعني الناس اذا تكلمت عن ثقافه البدائل في ظل ندره الخبز بتلقى انه في مشكله كبيره جدا جدا في انه البديل يكون كسره. لانه التكلفه بتكون عاليه باعتبار انه سعر هذه المحاصيل مرتفع جدا، والسبب في ده اللي هو مساله فتح باب الصادر بشكل كبير جدا والعائدات الكبيره، الصادر خلت اسعار الذره بشكل اساسي، يعني زي ما بقول لك انه الكسره هي يعني اكل المفاتيح، لا بالعكس تماما، الان المختبر هو اللي بياكل كده. احنا عندك اي اضافه؟ نعم والله، بس ازال يعني يا احمد الفاتح، القضارف هو انا داير اعرف المزارعين يعني احساسهم
بهذا الموسم، يا ريت تعكس لنا احساسهم بهذا الموسم اذا كان ذرة او سمسم، شنو احساسهم وهل هم فرحانين بالانتاج الوفير الحاصل اللي انت تتكلم عنه؟ ما عنده تاثير باعتبار زي ما ذكرت لك قبل ان السعر مجزي، يعني السعر لحد الان هو زياده 100% من سعر الموسم السابق. نعم. فبالتالي يعني هنالك رغبتان، هنالك امل في انه يكون في زياده اضافيه، ودي كلها بتغطي التكاليف العاليه للزراعه، ودي انا زي ما ذكرت لك قبل كده انه محتاجين للمعادله بتاعت تمليك المزارع الاله الزراعيه بفتره السماح اطول من السبع سنوات المحدوده للبنك الزراعي. نعم. دي بتخلي عمليه الميكنه الزراعيه اساسيه. لكن بعد كده خليني قبل ما اختم نخش كوره شويه في مدارس الرياضه. نعم. احنا عندنا فريقين الان الاهلي واشراقه ممثلين في الدوري التاهيلي بحققوا في نتائج جيده جدا جدا. اخر الاهلي اول امس بغلب علي ممثل المنازل بثلاث اهداف، وعنده مباراه مصيريه جدا مع فريق التاتا في كتله في الاسبوع القادم. إذا فاز فيها أو تعادل يتأهل للمرحلة القادمة، كذلك فريق إشراقة. أيضا الليلة في الدوري الممتاز في المدارس الشرطة بتستضيف الأهلي الخرطوم. الشرطة في هذا الموسم نتائجه متباينة وموقفه في وسط الترتيب، يأمل أهل الرياضة في المدارس أن الليلة تحصل انتعاشة زي ما حصل في السيسي، تحصل انتعاشة رياضية. نعم والله حقيقة نتمنى لفرق القضارف لأنه حقيقة أدوار كبيرة وعظيمة وأفردت لاعبين كتار للدوري السوداني. ولكن قبل ما أمشي منك محمد الفاتح، يا ريت تكلمني شوية عن القرار، قرار الوزير على الأجانب بشان التجارة والصادر، يعني أكيد القضارف واحدة من المدن اللي عندها كثير من الصادر، انعكس شنو على الموجودين هناك من مزارعين ومن منتجين ومن اقتصاديين؟ الارام الدائمه معتقدين في الموضوع، البعض برى ان القرار جيد، البعض برى بان القرار ممكن الناس تلتف عليه باعتبار انه يدخل باسماء تجار سودانيين يتم العمليه بشكل او باخر. في وجود كبير طبعا لمستثمرين اجانب لشركات اجنبيه، لكن برضه في سؤال كبير جدا من بعض السودانيين للتجنس، وهم اساسيين في عمليه البيع والشراء في المواسم الصبغه، فهم بيتساءلوا وقدموا مذكره لتقنين وضعهم باعتبار انهم هم سودانيين بالتجنس. فما كانت المساله في مساله الفراش، مساله القراءه الاوليه بالنسبه للتجار والاقتصاديين في الجبال. نعم. انا شاكر لك كثير جدا الزميل محمد الفاتح من ولايه القضارف على هذه المساحة الجميلة التنويرية لما يدور في ولاية القضارف، شكرا جزيلا لك. واكيد نحن سمسم القضارف واحدة من الاغنيات اللي نستمع لها دائما. اكيد هنسمع. نتابع مع بعض مشاهدي الاعزاء. Oh.